بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي عن الأواني المنزلية وأطقم الحلل. هنشوف أطقم توابل، صواني تقديم، ستانلس، أطقم حلل، جرانيت، شيلات الحلى، حلل تيفال، حلل جرانيت، حاجات كتيرة جدا من الأواني المنزلية وأدوات المطبخ. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك. الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشرة، أول جرس إشعارات الكل، اضغطوا عليه عشان إن شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد من القناة، وما تنسوش اللايك. الجولة دي في شركة تخفيضات العائلة بمدينة الرياض، الأسعار بتبتدي من 5 ريال. نبتدي كده الفيديو مع بعض. في بقى اللي هي البلاستيكات والتربو بتاع المطبخ ده، البلاستيكات بتبتدي من 5 ريال برضو. عندهم حاجات كتيرة جدا من أدوات المطبخ والأواني المنزلية ب5 ريال. دي بومبونيرة للشوكلت على 5 ريال، شكلها جميل قوي، يا بلاش. في بقى اشكال مختلفة منها، في الدائري واللي هو المربع ده شكله شياكة برضو. هما قطعتين بالغطا، شايفين الشكل ده تحفة. هي اي قطعة من دول ب5. في بقى أطقم سكاكين ومعالق، ده سخان ستانلس لونه ذهبي شكله شياكة قوي، ده على 5.75 هللة. في بقى اشكال تانية اهي، ده ب11.5. في بقى السخان اللي هو الخشب في ظهر ده ب35. ده أطقم توابل ستانلس على 11.5. في قطعتين، في 4 قطع، شايفين شكله؟ في بقى الطاسات اللي هي الجرانيت دي، موجود منها من مقاس 18 لمقاس 32، هتلاقوا بقى أسعار فيه ب34، ب39، ب45. في الكنكة اللي هي الستانلس دي ب5. دي ب39، دي طاسة جرانيت. دي مقاس 30. نشوف بقى أطقم الحلل، الألومنيوم والجرانيت والستانلس. ده طقم حلل ألومنيوم ب229، 12 قطعة، في منه اللي هو الدائري ده ب218، 12 14 16 18، ده حوالي 24 قطعة. في بقى الطقم ده ب269، ده طقم حلل تيفال سعره بجد تحفة يعني، ومعاه كمان طقم توزيع ده ب187. شايفين شكله؟ 3 حلل ولبانة وطاسة، والغطا بتاعه بايركس في ستانلس. ادي شكله اهو، ده طقم التوزيع معاه. دايما بيعملوا عروض كمان على فكرة. ادي شكله على العلبة، هو 11 قطعة. في بقى حافظة الطعام دي، ستانلس
ماكسيما. في بقى أشكال مختلفة منها اهي. الخامة بتاعت الستانلس بتاعتها حلوة، دي ب37، في الحجم الأكبر شوية أهو ده ب49، ده طقم حلة الجرانيت تركي، في منه كذا لون، في اللي هو البينك والبنفسجي الغامق والرمادي والكحلي، الغطا بتاعه بايركس. شوف كده الظهر بتاعه، اهو مكتوب عليه ميد ان تركي، جميل اوي اللون اللي هو البامبي ده او الروز. في بقى طقم الجرانيت ده ب199، دي الوانه في الكافيه واللي هو البنفسجي الغامق والبني، 12 قطعة. ده طقم جرانيت تركي 15 قطعة، ادي شكله اهو، في 3 حلل وطاسة ولبانة ب329، ومعاه طقم توزيع كمان، في منه لون الكافيه اهو، جميل قوي برضو. عندهم تشكيلة كبيرة جدا من أطقم الحلل الجرانيت، حلو قوي، والأسعار كمان تعتبر معقولة. ده 13 قطعة، ده طقم جرانيت ب218، دي الصينية بتاعته، ده 13 قطعة. في بقى طقم تيفال ده ب187، دي حلة، حلة ضغط ستانلس ب209، في بقى حلة الضغط من السيف دي ب162، في ال5 لتر ب145، قدرة الضغط من السيف. في بقى ادي اشكالهم اهيت، في 5 لتر، في 7 لتر، دي ب125، في 12 لتر. دي شيالة للشوكليت او للحلا، لونها ذهبي في الاطباق بتاعتها بايركس، دي ب139. في اطباق بقى اللي هي تقديم الحلا دي، الخوص ب55، في اشكال منها مختلفة، شايفين الشكل ده، ده طبق خوص ومعاه الاطباق الصغيرة بتاعته. دي قدرة لتسخين الطعام، فخار ب156. في بقى التعليقة الستانلس دي مع الكاسات الخشب دي، شكلها شياكة قوي، دي بكام؟ دي ب85، القاعدة بتاعتها ستانلس برضو. دي حيلة الضغط برضو من السيف، كدور الضغط دي ب102، دي ألومنيوم هنا ب77، في ألومنيوم وفي ستانلس وفي جرانيت، زي دي الحلة الجرانيت دي، دي ستانلس ألومنيوم، دي ب164، هنا بكام؟ ب274، دي ستيل. في بقى العلب السكر والشاي دي شكلها تحفة قوي، دي ب69، في بقى صواني ستانلس بتاعت تقديم الحالة دي، دي ب81، في ب99،
دي ب80، شكلها شيك قوي، في الشكل الرخامي ده ب89، جميلة قوي الشكل الرخامي في اسود ده في ستانلس، دي ب67. دي كلها اشكال صواني الستانلس لتقديم الحلق. بكده خلصت جولتنا النهارده، كانت جوله في تخفيضات العائله على الاواني المنزليه واطقم الحلل ادوات المطبخ. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، اذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده، مع السلامه.